عودناكم حنا في سكة الطيب أننا دائما نعمل خارج إطار الصندوق، خارج الصندوق أفكارنا دائما تكون، لذلك حنا في منطقة الخزامة وبين حقول الخزامة ضربت فكرة براسي، قلت لازم أننا نجربه، راح نجرب حنا وإياكم تجربة لم يسبق لها مثيل. أولا الخزامة راح يطبخ بغير الطريقة اللي معتادة في أهل عند أهل هذه القرية. اثنين، راح نقوم بعمل جميل جدا بأننا نبي نستخدم هذه المادة الجميلة اللي هي الهيل، اللي لا تفارق موائدنا ولا تفارق مجالسنا في المملكة العربية السعودية، وهي مصدر إلهام ومصدر ثقافة بالنسبة لنا. القهوة السعودية الآن هي المتصدر بين القهاوي بمستوى العالم. كم تستخدم كميات الهيل في المملكة العربية السعودية من قديم الزمان، والهيل يعتبر عملة. فلذلك حنا رائحة الهيل ورائحة الخزامة لها ارتباط عميق في المملكة العربية السعودية، عشان كذا أنا وياكم نبي نهتم فيها اهتمام خاص مرة مرة مرة. هذه المنتجات لها وقع في بلدنا. الشيبان من 100 سنة وزيادة إذا شموا الهيل الموضوع اختلف معهم، يشموا رائحة الغنى، رائحة الاستقرار، رائحة الكرم، رائحة الجود. عشان كذا حنا بغينا نستخلص من هذا الهيل بكمية كبيرة جدا من الحبوب الهيل. نبي نضيف هذه المرة الهيل مع الخزامة مع بعض في وقت واحد، في قدر واحد أو في معمل واحد مثل المعمل اللي انتم تشوفونه. عادة يخلط الأخلاط، تخلط مع بعض والأصناف بعد استخلاصه، يأخذها العطار ويبدأ ينقط من هنا ومن هنا. مسألة أنك أنت تعد مادة، تستخلص مادتين في وقت واحد في لحظة واحدة، أنا ما سمعت عنه، لكن نحاول أننا نجرب فيها في هذه اللحظات والدقائق اللي بتشوفونها. كمية هذا الهيل ما تتخيلون، أكثر من 40 كيلو جرام من الهيل راح تطبخ مع 100 كيلو من الخزامة، وبنشوف أنا وياكم وش النتيجة اللي بتطلع هذه المعدات وهذه القطارات. نواسي حبوب الخزامة أول ما نبدأ علشان تصير كلها بمستوى واحد، تمام؟ هنا في مكان فارغ، أيوة كذا تواست، تمام. بعدين نبي نبدأ نضيف حبوب الهيل أهو، وبسم الله على بركة الله. أيوة كفو، بسم الله. يلا يا حبيبي المصطفى على بركة الله، يلا سكن بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الطبخة الأولى من مستخلص الهيل والخزامة اللي بنخلطه مع دهن العود، واللي قمنا باستخلاصه عن طريق آلة البخار هذه اللي قدامنا. الطبخة الثانية زي ما انتم شايفين أكثر صفاوة وأكثر نقاء بالنسبة للرائحة بشكل كبير، عشان كذا نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهينا من الاستخلاص مثل ما انتم شايفين، والآن تونا طلعنا هذه الحبيبات عديمة الرائحة بسبب انه حنا اخذنا كل الغناء اللي فيها الزيتي والدهني واصبحت داخل هذه الزجاجات، وان شاء الله انه يطور هذا الانتاج الى انتاج افضل واكثر واكثر غناء واكثر نقاء بالتجارب القادمة باذن الله، اللي بتضيف لها ان شاء الله مدرسة جديدة تخص سكة الطيب في استخلاص هذه المنتجات وهذه المستخلصات العطرية الطبيعية حتى تكون سكة الطيب دائما رائدة.